بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أحبائي في الله، مانت أي تاريخ تهي أما عاوة أي تاريخ تهي سيالكي بشي تضرد رجب كن أفر بقل صدر يلحذي هجرة نبي صلى الله عليه وسلم وافقسا لباتني يسيدي بشي أفراد لبدا كن إيوشن يتبنك ميلادك مدرسة الزيلعي وعن كبلابنا بذل الله تبارك وتعالى عن طريق الشبكة العنكبوتية كتابك لما قعب حي 100 حديث لإصلاح المجتمع كتاب كاس ومؤلف كيسا أم وحير كتابا دونه بإذن الله تبارك وتعالى كتاب كاني وكتاب كوبا بقول حديث سيدا مؤلف كوبا رحمه الله تبارك وتعالى ويري 100 حديث لإصلاح المجتمع كتابك وحلو يقان إصلاح المجتمع فيما اتفق عليه البخاري ومسلم بقولك حديثنا وبقول حديث وأيسكو وافقين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى وحانو آخرين دون هدي الليلة هذا طبن حديث سكوبن بان أقرن دونا بإذن الله تبارك وتعالى مؤلفك أيان وحان شيري دونا كتابك حديثك صحابي قوري مقلي نبي كما صلى الله عليه وسلم إيا عدة صوصارتي إيا متن لحديثك إيا وحير وفائداء أيان كشيري دونا بإذن الله تبارك وتعالى أنكوهر مرو شيخ كتابك قري وحال إلى محمد ابن سالم ابن حسين وحونا كم قعدير يهي البيحاني سيد هذا كتابك ينبا مرعيس وكتل ماما رحمه الله تبارك وتعالى الإمام البيحاني مرق أركو الله وصو قابيو محمد بن سالم ومعروف كوا البيحاني أياهرت كتاب كان قري ليلة ذو إصلاح المجتمع شيخ وحود الشيء كن سقال بقول يسيدي ميلادك وحونا دنتي كن سقال بقول يتضبات إيا اللبدي ميلادك أيو دنتي وركو سودة وهذا مؤلفك رحمه الله تبارك وتعالى وهو كمدها علوم مربيين تا أهل اليمن خاصة عدن ماشي اللي يقانو تاريخ ليربولها حضر موت وانتقال حق هذا إلى آخره يعني حق كونفورت يمن هلك أيود جنا مؤلفك رحمه الله تبارك وتعالى مؤلفك وإن دلاء وحيابيه وديشر وحاكم ذاها يقولون لي أعمى وما أنا بالأعمى ولكنما الأعمى الذي فقد العلم الله أكبر كلمة سوانكو علينا يساس ليجري يقولون لي أعمى وما أنا بالأعمى ولكنما الأعمى الذي فقد العلم وحي إغليه واد إن دل أضهي أنو سمى إن دلئي لكن قفك إن دهلئي وقفك علمك إيا أقانت إيا برشد الشرعك كإن دبالك ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إن دل أنت وقلوبته إنو قفك كإن دبالك إن دهن عادق أما أها لكن إن دل أنت حقيقة سورة الحج أي الله كشيري ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني قلوبته أما أردت إذا قلوبت كجرت أو كادنت تاسبا إن دل أنت ربت مؤلفك رحمه الله تبارك وتعالى مدارس بضنبو كأس آس يمن أو معروفة أو حتى الآن لسن مؤلفك رحمه الله
مؤلفات بوليهي أشعار بوليهي قضايا أيوليهي نثر إيو إيو النظم إنت بيسكو قجرة وحاكم إذا كتاب كينا ليرادو إصلاح المجتمع أو أن معنيه سعجائب كره أن كرر دمينا إنه إنه معنيه ستهي يعني هجاجين تبول شدة إذا وابقول حديث أو كور رميسة توسينته هجاجين ته حاجة أخلاق ذا حاجة عقيدة ذا هي حاجة نقن كبول شدة إسلام ك كنيسة وحكم إذا كتبته وقرأ عبادة ودين كتاب قيمة بدن قال إلى عبادة ودين وحاك لكم إذا كيف نعبد الله سذابا ألا أعبدنا وحاك لكم إذا أشعة الأنوار على مرويات الأخبار كتبت قرأ الشيخ أيا كم إذا وحاكم إذا الفتوحات الربانية بالخطب والمواعظ القرآنية كل ذلك مؤلفات كمؤلفك أي أما كتبت قرأ مؤلفك إنت أيا كي قابسنا يا مؤلفك مجي عيسى ماشي ودقية هاي غارت أول دقنا غارت أول شيء غارت أول انتاي هي مقولة عجائب كبدن إيه ويلي ما تغنى وحي إليهين محالي واد إن لا أضهي مقولة آتك وعجائب كبدن أيان كنسو قد بيا هي مؤلفات كيسا أما حديث كينا كتاب كي حديث كأوه الرئي عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فضل قال وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حديث كني وحصصر الإمام البخاري والإمام مسلم إذن حديثك ومتفق عليه مصطلح مركب برنيني وتغريبك أنكس مرني هدي الحصوصتان حديث كان سحابك كم مقل النبي وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث كان وحصصر الصحيحين كبخاري ومسلم حديث كان معنيه سو وحو نبي يلي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال حصر بكجرة أعماش أوردن مرك لصاد دوبا بالنيات ماشا لغا إيجا إيو أي كتا علق دو أي لغا فيرين إيو إني أنصح دو إنينا أنصحين إني صالح نقطو إني فاسد نقطو إن لغا أقبلو إي إن لغا أقبل وبالنية وبالنية يعني ولذلك بعلماء وحيدهان حديث كان أسقى وأصل عظيم في الدين وأصل وين أدينة إسلام ككمدة موضوع أوكاه اللينة والإخلاص إن إلهي الدرادي تبارك وتعالى عمل كاللوسي يقضال وانكتل وامي دون أمرك الحديث كشيقنا إنما الأعمال أعماش أوردان مرك الله اسكسو دوبا وحي متعلقة وحي كحرمتهي إن لا أقبلي إن لا أقبلن إني أنصح لي إني فساهاتي إني فسادو بالنيات نياتك النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل وتنقص مرن كتاب كان المنظومة ذي محل القواعد الفقهية لابن عبد الرحمن السعدي وتنقص مرني إنما الأعمال بالنيات نية وحال لذا اللغة القصد والعزيمة وحلو قستو أولاق أنسدى اللي إلى هذا قست الشيء مقترنا بفعلي وقاركم نويت أهان استلاحة وحلوية هذا هي القست للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه وإن لو قست عمل أذيقو أولاق قست يعملك إن ألاق قد وتتبارك جل وعلا أذيقو عملك كطلبيا راضي أهان شهر رب العزة يأجر كيسي ثواب كيسة أيان نية اللي له هذا إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ وإنما إيش
لكل امرئ قف والبوحولي هي الله أبال مرين يا ما نوى وها النيودا أيولي الله أبال مرين هذا فمن كانت خفك أي أهاتي هجرته أمكك هاجره أو مدينة آذه إلى الله ألي إيا ورسولي رسولك سدرادود فهجرته بحد أكبحي مكة أو مدينة آذي وحي أهانيسا إلى الله ورسوله إله إيا رسولك سا أي أهانيسا الهجرة إلى بلاد الإسلام من بلاد الشرك من بلاد الكفر من بلاد الظلم من بلاد البدعة يعني إلا هاجره مال ظلم إيا حمار إيا كفر أي قال لما أي تالله إلا هاجره لون هاجره إلى بلاد الإسلام حبا لله ورسوله أي تاي وحلو هاجره ينا أي تاي تعيل إلهي درادي إيا رسولك إيسى محمد صلى الله عليه وسلم ورغبة في إظهار دينه إيا أذيب الدون إنا دين تيسى أكرو قاداي تاسبا وحال إلى هذا هجرة إلى هذا إذن هجرة محال إلى هذا الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام تعريف عجيب أوي الهجرة من بلاد الشرك من بلاد الكفر إلى دار الإسلام إن ذو هجرته دار إسلام ما ذو هجرته حبا لله ورسوله تعايل آتش أشي الله رسولك ورغبة في إظهار دينه إيا إنا دونيس إنا دين تهذا الظاهر ستو دين ته الله إنا تكر أقادو أما أدوغو أي كام وقت أدوغو دوني أي تاسبا وحال إلى هذا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذن فمن كانت هجرته قفك هجرة سوء هاتي إلى الله ألا درتي أي إلى الله أي حبا لله ورسوله ورغبة في إظهار دينه ما لقوضا فهجرته هجرتي سوحين قريسا إلى ما هاجر إليه عفوا فهجرته إلى الله ورسوله أجر ثواب حكيه ليا عند أرالي قلنا يي تبارك جل وعلا والله يا رسول كان صلى الله عليه وسلم وما كانت هجرته قفك أي هجرتي سنغتا إلى دنيا الدنيا يعني قفك الدنيا هاجرة وحو دون يوا الدنيا طيب يصيبها إنو صاهره أو امرأة أما الدمر يتزوجها إنو سوغرسده فهجرته هجرته سوحي نقاني إلى ما هاجر إليه وحو هاجر إيه وصيه وأدنيا إيه الدمر إيه وغتغانا وحنا الدنيا الله حريراء لكن يداس أي الله أبا المرينو وحيش أغان رقى سبب الورود كحديثك سحابي باجري وهاجري أرنتا دراد يذبال الشيخاء الله أعلم إذا الحديث كان وحانو شيخني إنو يهي أصل عظيم في الدين موضوعه كالله ينا إخلاص العمل في الله في العمل وياي الإمام الشافعي وعيري في هذا الحديث ثلث العلم علم مركي صدح الله قيبي يملك مدوي ويدخل في 70 بابا من الفقه حديثك وحاسوك قد قال يبو يري تضبات باب أو فقه تضبات باب أو فقه أنا حديثك اللقاء يا سوك قد قال يا أحمد بن حنبل حديثك مركا هذا وحو يري أصل الإسلام على ثلاثة إسلام كأسوشي سو صدح الرموت بيكوتا غيين صدح أحد في ثلاثة أحاديث صدح حديث بيكوتا غيين حديث عمر هذا حديثك عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث نعمان بن ثابت إن الحلال بين وإن الحرام بين أحمد بن حنبل بهذا قيمها أله إسكال رحمه الله تبارك وتعالى حديث كاللباب عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حجري قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به أنكو عليو من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به حديث كري في الصحيحين
أي حديث كست البخاري مسلم باوريي وأيه كتاب كان إصلاح المجتمع فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. إذا الحديث كست بخاري مسلم باورينا يا سيدة شاشنا يفلان أتك أرقتان با نبي قال صلى الله عليه وسلم وحليه من سمع سمع أي أظهر عمله للناس رياء تفسيرك وفي عن وتفسيرك ومعي من سمع قفك ضدك أموتشية عمله عمل كيس ضدك أموتشية رياء أصغو استستسينية استستس قفك فعل كيس ضدك أموتشية أصغو دوني إن لغو أمانو أسقو دوني إن لغو كر لغو قادو أسقو دوني منصب إيا درجة إنو كوهلو محايتاي نتيجة دا أوهيليو إيا مراها أوقران أيو إنه سمع في الدنيا الدنيا دو دادك اسم مقشيي صما من سمع أي أظهر عمله للناس رياء الدنيا دا دادك اسم مقشيي هيا سمع الله به أي فضحه الله يوم القيامة ما لنت قيامه إلهي عيبتي سبرنانك صوريك الله أكبر حديث كفير عجائم لماذا أوليه لماذا حديث بإخلاص للحر الآن حديثكم حليه من سمع أي من أظهر عمله للناس رياء خفك ضدك عمل كيسة أمو تشيستا أصغو ضدك استستسين الدنيا ذا سمع الله به إلهي بفضيحية عيبه سنة بنانك الصور مال انت قيامه ومن يرائي قفك استستسية ذاتك يرائي الله به أسقنا إلهي بذاتك تسية تبارك وتعالى عمل كيسحن أسنا وامح يرائي ويسكن معنا دوجينا فعلي قولي وحبي علماء أكرا خاضا ومن يرائي قفك ذاتك استستسية الدنيا ذا يرائي الله به إلهي با أسقنا ذاتك تسيو الدنيا ذا بالله فضيحية تي هورنا آخر بأودة تن الدنيا ذا بسي ها تي هور آخر بأودة تن الدنيا ذا بسي الدنيا آخر بأ إلهي با فضيحين يا تبارك وتعالى ولذلك با علماء وحيدهن من سمع إن أضر شيء على العبد أن يعمل عملا ويقول قولا لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى يعني قفك وحا أوغؤذك إن أضر شيء على العبد أضرك وحا أوغؤذك وحاوي أن يعمل عملا إنو عمل سمعيه أما هذا الأوكو هذا الله أسأل إلهي درادي أتشيد جميل ظاهره قبيح باطنه موقال كقدوى قروح قلوبتنا وملح إيا قشن إيا قشن قب إذن من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به حديث كصدحات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات وفي رواية وبينهما أمور وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ رواية فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حديث كبخاري مسلم باوريي نعمان بن بشير حديث كان وحول حرير الحلال والحرام قال عليه الصلاة والسلام حويلي إن الحلال بين والحراش ويعده القرآن كي يصنى ذيك عضها وإن الحرام بين حرامتنا ويعده القرآن كي يصنى ذيك عضها وبينهما أي وبين الحلال والحرام مشتبهات أي أمور مشتبهات
وحاء أرما إسو إك إك أو حلال لما دودان أن عدين حرام لما دودان أن عدين أرما هاسي لا يعلموهن مجرن أيو كثير من الناس إن بدن أودتك كمدة عامة الناس ما يقانان هذه عامة الناس ما يقانان ليلي قليل من العلماء ما يقانوي كثير من الناس دي اللي ويلي وعوامته يعني وحايا قانا علماء آيات قانوي وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى قاعدة اللي قسيمرك فمن اتقى الشبهات وحيابها إسلاحي إسلاح قلي عصير كي بيها يسكن نغضي إسبرحي قفك إسكئلالية كفك هذا مركة وربا استبرأ لدينه دينتي سأيو النبت قليه دينتي سأيو بدبات السدي وعرضه الشرفتي سنواب بدبات السدي الله أكبر دينتي سأيو حبلق ما الشيغيو شرفتي سأيو حبلق ما الشيغيو وحيابها السؤال قفك كفك هذا دينتي سي عرضي سلبضو بوابد باسدو وإلى شدي ومن وقع في الشبهات وحيابها السؤال قفك كل عنا وقع في الحرام حرامتي بكل عيبة ركب مشتبهاتكو حرامتي بكل عيبة الويلة تسال اللي سيئيو نبي صلى الله عليه وسلم حويلي كالراعي وحول ميديا هاي قفك الشبهات ككل عيا كالراعي سنين حول الراع حول جرا بيدية شوقو حول الراعي كاسو يرعى إلى لنا يحولها حول الحما سيرها سيرة وحالي لذا حيرة مركا الله أوضو أو أما الدربي اللي هو ريتشيو أما أوض يو قريو يو جيدا اللي هو ريتشيو أيا اللي لذا سيرة أيا اللي لذا حول الحما موردة أما حيرادة حيرادة أما سيرادة واحد انتبه له يوشيكو وحوكونو يهي أن يرتع فيه إلو الداخسيو يعني وحوكونو يهي قفكاسي حولهان أوتوي حولهان أوتو إنه بيرتا قلان وحاسو ريستا للكوة أبار بيربا ميشا كتال بيرتا وحا يعني وحا وكويا لقيدة إيو عوص قيم باكويا لها أرجنا ساسا المانتور أقوى رجليسا كدبنا مليار بل ربا وحيلي كرتا مليار مركزي دوسي كرتا وحالك وضع قفك الشيقة الشبهات كأقوى رجليسا وأقول عيا كالراعي وحول ميديا هاي ننكا قفك قوسار بالي لهذايو حولها الراعو يرعى إلى لنا يحوليس حول الحما حراء أوضن حولك قوى رجلي مانتورن يوشكو وحو كلو يهي أن يرتع فيه إلو الداخسيو حلو أي قلان ألا وإن لكل ملك حما إذا يستقو لغاها فرعه ننكستو بقر مدحوينيه حما حدود بوليه نوال بقر مدحوينيه حدود بوليه يهي أن لو سودا في كرين دولة الحدود بيلا ألا وإن حما الله هذا الله تبارك وتعالى حدوده سو محارمه ووحو حرمي إلهي ماشا اللو دافي كرين ووحو الرابي أو حرمي اللو مدوان كرو الزنا والخمر أكل أموال الناس بالباطل السحر القتل نفسي بغير الحق كل هذا سوى كذبه بنتي خيانتي محارمه حدود الله وامدا ومن يتعدى حدود الله قفك حدودها دبعنا فا أو قدبا فقد ظلم نفسه نفتي سأيو ذلمي ومن يتعدى حدود الله فولاكم الظالمون مرك إلهي بحدودي سوى محارمه ووحو الله حرمي تبارك وتعالى ألا وإن في الجسد مضغة ورنقيسة جسد والباب بن آدم نحديسة هلي باكويا له إن يرى صافتين هلي باكويا له إذا صلحت هذي هيلب كاير أي وناك سناتو صلح الجسد كله تركي أولانا وناك سنانيا ووهو قاسميا أي ذا حكمت وإذا فسدت هذي فسهادنا فسد الجسد كله جسد كأولانا وفسهاديا هيلب كاير مقارنا إسان نبي قال نوشي صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب
ومضغدا هيلبكيه وقلبك أي نبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قلبك وحويا حبنها أصدقى مدحوه هذا قلبك توسو حبنه ويتوسيان ويهاجيان هذا قلبك فسهادنا حبنه انتو ذكرنا ويفسهاديان ألا وهي القلب حديث كان وحوك ورمي الحلال والحرام أحاديثي هو وحيك ورميان الإخلاص الإخلاص في العمل والإخلاص في القول والإخلاص في الاعتقاد أي كهذليين حديث كان وحور كهذليا محال إلى الحلال والحرام إيه أعمال القلوب إيه وحا قلوب تنحضو ذا كتشرؤو يعني قلبك إلا النظيفيو أي حديث كان نقالها الليا حديث كصدحات حديث كأفراد عفوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنهم عن قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى والحديث في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وسحابه كعبة برتن كذا كل شيء حكيم بن حزام لحدا سرنا مسلم بها لحدا سرنا قلبه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي نبيا حلو ذي سبي حكيم براي فأعطاني وائسي ثم سألته مر لبابا ويديسي فأعطاني وائسي ثم سألته مر صدحابا ويديسي فأعطاني وائسي تغسين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا المال حكيم حولها نظر كيسو خضرة ومد عقارنو إنها أرم وأدوية إلا اسكدا وضع أولا اسكا إيغو أولا اسكا متغانا وينفتو وإسكتش عشاي خاضر إلا ينفتو عقار كائيو دوغ كائيو نلالال كائيو وبيادة إيو بيها إيو نفتو ويتش عشاي راحضة إيو قاريق الراحضة ليو قريها ووين إيو نفتو ويتش عش حلوة حقا ندن كان ومعانو هدي نفتو وإسكربت أدوية إلا اسكا عمتو إن دهنا أي كدعوته هذا فمن أخذه قفك حولها كقاتة بطيب نفس يا بطيب نفس قفك حولها كقاتة أيضا أي نفط محل إلى هذا أي رالي كتهي وإن هنقل تاقي إنه كص برسنت على قولها ها أيضا قفك حولها قاتة بطيب نفس نفط أيضو يوليب كرالي تاي رالي تاي أي كرالي نقونا إسا نفط حولها اللسيي عن طيب نفس بطيب نفس رالي نقشد النفط أيضو نفط كسو تاي رالي نقشو بورك له فيه نفطاسي قفكاسي والله بركينا يا إلهي بأو بركينا يا تبارك وتعالى محايا لي أيضو كقنا عسن بيقابتي بطيب نفس ومحايا نفتح ولها قادت أيضو كقن عسن وحلسيي بورك له فيه والله بركة ومن أخذه قفك حولها كقات بإشراف نفس هنقلتاب الصغوهم قرقي سوسي تاليو أو أحمد ديقين سيم ملب سنية عرب كسيد دان سنية حولي سير راعية أندرقين مروال بسير راذين أيي لم يبارك له فيه الله بركين سبحان الله خبر رواد كدي كرتا دعانا واد كدي كرتا او حبارا كي هورانا واد كدي كرتا دعو خبر رواد كدي كرتا او يلغا شاكينا يو خبر رواد كدي كرتا دعانا واد كدي كرتا او عدي كرتا فمن أخذه قفك حولها كوقاتا بطيب نفس عن قناعة قفك قناعة كوقاتا بورك له فيه والله بركة بمعنى الله أبركة ودعو
أما يبارك في لو في خبر كدغو والله بركين يا ومن أخذه قفك قاتا بإشراف نفس هنقري وين إيا هنقلتان إيا درق لآن إيا ملبسي إيا سيصعو لم يبارك له فيه اللهم بركين أما إلهي بأوما بركين دعاو عليه كدي تصالح عجيب كوامحي وكان وحوهانا يا كالذي وكان ضبادي وكان وحوهانا يا كالذي متك يأكل عنيه ولا يشبع أندرجين صورة يسوع قف عنيه أندرجين وحول مدي هاي قف كحولها بتصو وأنو عاس قروي مركاس النبي يقول صلى الله عليه وسلم واليد العليا جعنت سريسة وهي المنفقة وأمد واحد حين يسأل اليد العليا وهي المنفقة وأمد واحد حين يسأل أيا خير كخير بدن من اليد السفلى مدى قعما هور سنيس توك سنيس السيلة بريوتا ميسا إعاولة وحاكا خير بدن قعمت واحد حينيس صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مدين حديث كي سبعة يظل في صحيح مصر حي أبي هريرة وحاكو جري محالة يددك عرشك هوس كي سهر سنيسا محالة إلى ذا يعني قف صدقة بحيو ميلي تيسكو بحيو وقفك واحد حينيا واليد العليا خير من اليد السفلى قعنت واحد حينيسا والمنفق وملت ايا كخير بضميد دهور سنيس شقيسو ايا الربا ان لغده حديث المركري وحوت الماما يا حكيم بن حزام ان الدنيا لغو قنعو الدنيا انتو ألكو سي الحمد لله اطهضو لكن قفك ده الدنيا ايا اسكو دينا كدرقو ولا ما جاريسي فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألطلب سواها إنها لا وفاء لها يا وكم رأينا من حريص ومشفق فلم يظفر بها أن ينالها ما يقارن يقف كد ذال يؤجارك رواي مركة الدنيا ذا حديث كشنات عن حكيم بن حزام مرلبات رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حيري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما والحديث في الصحيحين البيعان بالخيار لبض وحك لئيب سنيسة وحيليهن خيار إيا دورشو وحيك لئيب سنين إني لك لنقضان قرمة ما لم يتفرق إنتين كلتين أو قال حتى يتفرق إنتين كلتين بمعنى وحانك لئيب سني كوب كم بانك لئيب سني أما كتاب كم بانك لئيب سني مثلا كتاب كان ألفية السيوطي أيان كالإبسنة مثلا كتاب كان أنيقا بائعية مشتركة لبدا قفل كالإبسنة إساي خيار بينيهن إنت إسلتشوغا وإبسنة إنت إسلتشوغا وان إيه كرا وان كان وان كان نقضي أنو لعبت ذي سعري كتاب كان قاضا بشرطي وهدي أن مركه رميت كمذا أوصل لهن أنا هذا وحي كائب سدا كمان نقرأيو بيعة مركه لقى هذا يو لب أوقي سما بيع اختيار بيع خيار وبيع شرط بيع خيار بهذا أركا الله يا لكن بيع شرط باجرة شرط وامحي صدح مع الموت بان كتاب كان صوها يسنا يا صدح مع الموت هدو ينفي عوايا أنون انتفاع سني وانكوس علمية عيب قديمة هذا نكو أركا ونكوسو عليا ضد اللعبة كويا لا ونكوسو عليا ورقد بها كم مقام صدح مال موت كدب ونكوسو عليا بيع اختيار بيع الشرط بل إلى ذا لكن كوا بيع اختيار طاما لبدا قف خيار بينيه إن إنت إسرد شوغان إلا كلا النقضان البيعاني بالخيار لبدا وحكا لئيب سينيسا إنت إسرد شوغان وحي خيار أوليهين إني وحي أي كلايب سدين لك لنقضان ما لم يتفرق إنتين كلا تجد
أو قال شك من الراوي راويها الشكية وحويلي حتى يتفرق أنت كالتقال هذي كالتقال مركب وخلاص إلا إن عيب قديمة دي الله لو باب قولي فإن صدق هذي سر الشيغان أو بينا شيئا أي كلا إبسانيان مد بمدك كلا عيبه سأو عدايو مد بمدك كلا عيبه سأو كمبيوتر كان أبدهدو وحاسا كهال ليسان قاري كان أبدهدو هوستو ميل بودحال كولي هاي ميل بيفيلة كمقانتا هاي ميا نوعا وكا فإن صدق هذا إلا بدو دو إسرو شيئا أو بينا وحن أي كلا إبسانيان عيبت كدوغن أكني أؤبيه أي سعديان بورك لهما في بيعهما وحالو بركين يا وحي كلا إبسدين كان حوليه با لو بركين لعبتي كان جاريه با لو بركين أما هدين لبا وحل اسكوب بدلي مدول بمدك كلا وحو قاتي با لو بركين وإن كتما هدي قريان أو إسخيانان أو كذب أي سبين شيغان محيقت بركة بيعهما يمحق الله الربا محيقت بركة بيعهما بيعوضة الله تبارك وتعالى وحكق هذا بركة شيئا بركة سنين بو الله كدقة قارقي كما انتفاع عيسيد شيء ذهب كما انتفاع عيسيد أبدا إلهي بمصيبة كيرية تبارك وتعالى لأن بركة أيا كما قال حديث كان التعامل كتلمامي إصلاح المجتمع برشدي بخيانة الله قلت دقال لما يا أو بنتي الله قلت دقال لما يا أو قابك وحلوك لإبسلان لقوش شيء يا أنا حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار بالخيار ما لم يتفرق أنت إنك لا تغن أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا هذا يسر شيئا أو بينا عيبتا وحني كلا إبسانيان عيبتا كدوغن ومدول ومدك لو عديو بورك لهما في بيعهما والله بركينا يا وإن كتم وكذب هذا قريان يبين سوش دوغن محيقة بركة بيعهما حديث لحاد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه نبي وحيد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن إيمان لما يسترا لجمهل إيمان لما يسترا أبوحا لجمهل أحدكم قف إذنك إذن كميدة حتى يحب أنت أكرت على هذا لأخيه المسلم ولا الكي سكلاء مسلم كئه ما يحب لنفسه وحق نفتي سلت عليه حديث عجيبة عظيمة إصلاح المجتمع برشادي بالدونة إلا هجاجيه نيادة ذي بالهجاجيه أو تعامل كذي يقولوا تذي بالغلاها اللي أو الدويين إسرائيلين بلغلها اللي أو باع وضعي يقابك وعكر إبسانين أسخيانين بلغلها اللي إصلاح المجتمع تنوامحي قفك وحو نفتي سلتش عيهي إلا أولالكي سكلام مسلم كأكلتش على هذا إيمان كيسي مدى ما يسترين بالي أما مدى ما يسترين ومبوح لا يؤمن أحدكم أحد ذينك ذي كميله إيمان كامل ودما يسترين لغمهنين حتى يحب انت اكلتش على ذا لاخيه المسلم انما المؤمن اخوه ما يحب لنفسه وحق نفتي سلتش عليه حديث كتضباب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه نبي قال وحي صلى الله عليه وسلم ثلاث صدح من قفك كن فيه
قف كدحدي سلاجه له ثلاث من كن قفك من كن فيه قفك دحدي سلاجه له صدع الرماد وجد قفك وحوه لي حلاوة الإيمان إيمان كم عن كيسة إيا ندن كيسة أيوها لي الله أكبر وصدع الرماد كو ككبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قدر كودوام حي ألا إيا رسول كيسة إلي أهادان مد كواء كتش عليها يوحي كسوها لي أولا أن يكون الله الله وإنو يهي ورسوله رسول كيس وإنو يهي أحب إليه من حق سلوك القعي لبديه مما سواهما وحي الله رسول صاره عمر بن الخطاب أي حديث كان مركو مقليلي رسولك إلهي وعيد والباكات على هاي مرك اللي قاره يبقى نفطي ذا نبي قحويلي صلى الله عليه وسلم عمر إيمان لما يستران لقى مهل إما أضر رومين مركز عمر يلي يا رسول الله حتى نفطي ذا روان كاتش على نبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن يا عمر عمر هب أي إيمان كايب وحسمي أفرس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحي الله يا رسول كالصوهرة عدو الباء وإن الله يا رسول كالشعلاته حتى نفت هذا حول هذا حتى أولاد هذا زوج هذا وإن الله يا رسول كي سكهر مرسو لا تقدمه بين يدي الله ورسوله واتقوا الله قضبك كوبا وقضب كاوي وأنا قضبك السحابة والسيطة يفهمين مركز أي رسول كي يدين تأيو قرآن كبي كريلا قضبك اللبا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله القضبك أو في صدق وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يحب المرأة قفك وإن سلوش علان لا يحبه أن يحب المرأة وأن يحب المرأة قفك وإن تشعلاده لا يحبه أسجل وتشعلانين إلا لله إلا درتي ما هني إذن قفك أتشعلانه يسوينا إلا درتي وتشعلاته بس عدة تشعلانه يسو وإن إلا درتي وتشعلاته الله أكبر إصلاح المجتمع برشدي بالربا ولا لا إلا قدقو حق كتابك المركو نورد ما هذا قفك إيمان كيسو إيو تعامل كيسة بلشدة إيو النفتيسة قلب كيسة حلاش يسية حرام تيسة تربية عرور تيسة واسكب بدلي وين وقف محرومة والله قا حرم الخير شك مرهن إصلاح المجتمع حاجات انت إيو توسنت بلشدة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله قفك وإن أتشعل هذا أسألون أتشعلانين إلا إله مين تبارك وتعالى قبلية إيو قيس إيو مصلحة إيو وحاصل بلغة سارية قضب صدحان وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواك بعد أن أنقذه الله منه وأن يكره وإن أنعه أن يعود إنو كلابتو في الكفر قال لما وإنو النعو إنو قال لما إيو كفر كلابتو كما يكره سيدو أنعي أن يقذف في النار سيدو قفك أنعي إن النار لغطورو سيدو سوكرانا وإنو أنعو دنبي إيو شركي إيو قال لما أو كتوبت كان حمان أت كتوبت كانتي إن أتكون نقطة قال لماذا هذا هو إنسان شركة معصية زنا خمرة بنت ظلمة متكو دونها نقطة دم بأتك توبت كنتي قد الله أقص النقطة إن أتكون نقطة مرة بعد وإن أظن عضو سدى أذى أو دبل لغو طورة يظن عيسوك تعلم دبل لغو طورة يوم مايا فكذلك وباعتبار ما يقول لأن حمانتر يا معصية وحكر دلما يوادب كاس على سكون مثلا إذا الحديث كاني كو وحديث تلحفظين يو حديث كأوكو بادوي أرضي والبوين هوستك حريقا
كنتن حديث بان حفظينا او كرك لغب حدونا او امتحان لقوقل دونا اول حديث وحديث انس او ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار نعوذ بالله تبارك وتعالى حديث كسيدات عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حجري لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حديث البخاري مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري نبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مبنانه لرجل أن يهجر إنو كهجره أخاه ولالكي فوق ثلاث ليال صدح بين يصدح مال موت كبضا إنو عركة مغناضة يلتقيان ويكل ميان والله ماذا يسوع عليه سنين فيعرض هذا ويعرض هذا كنا واجسنا يا كنا واجسنا يا وخيرهما لبضا متك أبو خير بضا والذي يبدأ بالسلام ومتك السلام تكب الله السلام عليكم حديث عظيمة وعجيبة ووينوي لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث مسلمين تأصلاح المجتمع إني كالقؤان بلديدية صدح ما الموضع كبضا عركوا مكلا مقنان كرتان كان واجسنا يا كان واجسنا يا شرع وحور رتبي كسلام تكب الله أيا خير بضا أي نبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث كالسيارات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حديث كان بخاري مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مبنانه دم امرئ مسلم قف مسلم ليجي إلا دادي مبنانه مسلم كو يشهد قرية أن لا إله إلا الله أن لا حق له عابد موجود لنسنهان إلا الله ألا موين وأني رسول الله أنقل أنا رسول كلا صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث إلا صدح بيكب النات ليجي سيلا داديو الثيب الزاني قف قور حلال صومري وزينيسي بين ذي مخراتينا الله هلي والنفس بالنفس أما النف دي شيء نفكل حق درنا كو دي شيء والتارك لدينه إيا متك تارك الصلاة المفارق للجماعة الجماعة دي مسلمين تكدع بحي إيا صلاة دي تكن وايي إذن قفك الشهادة لا إمادة حرمة أسبولي هاي شريعة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معنى وين بأغفر لذا درسي جينا حديثك أغدام بأي وحديثك طمناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بحيري سباب المسلم فسوق أفلق أدده إيا عيدة أطقف مسلم عيدة فسوق وطاع الله كبحيد فسق بات كل عضي إلهي حدود دي سباد قويسي وقتاله قعان إن الأولاد تكتوه دي شنة كفر قال لموي بخاري مسلم بعدين كوريني إذا المسلم كو إنو مسلم عايقو أفلقا دي يلا ما أقره إن قعان أقادنا وكفري كفري قنكي إسلام كاللقي يبحى يماها وكفر دون كفر وقال لمو ير قال لما دي وين يتكسو كيسا فسق دون فسق كان وفسقي قال لماذا فسق كهو سيويان مركب بلشدي بلا تربيين يايو والعرب كاقا إلالي
هداد إلى لين ويدو مخراتي قال ما أقبل أيوه فاسق بن قريصة ذاتك جعنتها وقادم إن أبد نفتك قادنا كبسي درنبا وقتاله كفر مسلم كإنا ديشنا وبقالما ذا دو حلال يستو ومسال قوني أوي ومعاصدة أهل السنة إنكم قاليسيان إلا إنو حراشد موين لكن دو حراشد وباب قوني لكن لكم حلقة وضع وقتاله كفر وكفر دون كفر وفسق دون فسق تيجا لماذا وينيد ما هنا لكن وامدكو قارسين كرتا فأسأل الله جل وعلا إلهي وحان كبر يا ويدي سنينا إنو كتابك إصلاح المجتمع إنو نفتينا وكو إصلاحيو تلاذا كستئيو تبن حديث أيان وبلنا إن شاء الله صلاة دبانو كير دهني هلك أيان كدينينا درسينا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابك كما إن